شركة المراسم بنبني حياة كل يوم كل سنة، وعمر شركتنا دلوقتي 20 سنة. عشرين سنة كوننا فيهم فريق عمل قوي، فريق هدفه إنه يكون الأكثر تميزاً في مجاله في مصر. أيادي بتبني المستقبل، وكل ما تبني كل ما بتزيد الخبرة. خبرة اكتسبنا بيها معايير ومواصفات عالمية، فزاد معدل إنتاجنا واتطورت إنشاءاتنا، فقدمنا للسوق المصري أكبر وأضخم المشروعات. وما فيش هدف بيتحقق غير لما يتخطط له، فكان التخطيط أهم العناصر اللي اهتمينا بيها، تخطيط في كل المجالات الإنشائية. شركة المراسم ساهمت في عدد كبير من المشروعات العملاقة في مصر، ومن المشاريع اللي بنفتخر بيها تنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية في العديد من المطارات الكبرى، أهمها مطار شرم الشيخ. يتميز مطار شرم الشيخ بشكل معماري مختلف، حيث تم تنفيذه على شكل خيمة من خلال استعانة شركة المراسم بأكبر شركة متخصصة في بناء الخيام، وهي Structure Fabric. وتم استخدام خامة التفلون بيور اللي بتستخدم في بدل رواد الفضاء، والخيمة مكونة من طبقتين لتحقيق عزل كلي للحرارة وقطرها 100 متر، وتم رفعها على هياكل معدنية بابتكار خاص تم تشكيله كموج البحر في صالة الوصول، والخيمة العربي في صالة السفر. مطار الغردقة الدولي تم التعاقد مع شركة المراسم لإنشاء المطار سنة 2007 على أعلى معايير الأمان والسلامة وأحدث التصميمات العالمية، وكان لنا الشرف في ظهور المطار بهذا الشكل المشرف. مشروع القطار الطائر ناقل الركاب الآلي APM اللي بيمثل احتياج ضروري لمطار القاهرة الدولي، بيعتبر من أهم المشروعات اللي بيتم تنفيذها في المطارات العالمية، وهدفه الربط بين مباني المطار. القطار بيتحرك بشكل إلكتروني كامل، والمشروع تم تنفيذه في سنتين، وتم التأكد من التشغيل التجريبي لضمان دقة الأنظمة الإلكترونية. مطار النزهة. مبنى المطار هو أول مطار مدني اتبنى في مصر من ثلاثينات القرن الماضي، وتم تزويده بأحدث أنظمة ومعدات تشغيل المطارات، مع الحفاظ على شكله المعماري اللي اتبنى عليه من 80 سنة. المطار اترمم واتجدد بالكامل، وده بيشمل عملية توسيع في صالات السفر والوصول، وتم عمل مبنى إداري للمطار بالدور الأول. أيضاً هناك العديد من المشاريع السكانية، ومن أهم تلك المشاريع اللي شاركنا في تنفيذها مشروع مدينة الرحاب اللي نفذنا فيه نصف المراحل الأولى والثانية والثالثة بالتعاون مع أكبر الشركات الإنشائية الأخرى، وشملت المباني والطرق والمرافق العامة، وكان الإنجاز ده بداية أكبر مشروع عقاري في مصر. كومباوند ميفيدا. كومباوند ميفيدا مشروع بيمثل مفهوم جديد على مستوى المشاريع التطويرية في مصر، من خلال تقديم وحدات سكنية راقية صغيرة الحجم. وبيتم دلوقتي تنفيذ كافة الوحدات وفق أفضل معايير الجودة العالمية. كومباوند الحياة هايتس التجمع الخامس. أرض المشروع عبارة عن 12 فدان
مكونة من عدد 12 عمارة بثلاث نماذج أو أشكال مختلفة المساحة، ونادي صغير، ومبنى اجتماعي، وحمام سباحة، وملحق به سوق تجاري ومسجد. أيضاً ساهمنا في تنفيذ بعض المنتجعات السياحية زي مشروع مراسي بلانكا الساحل الشمالي. بنقوم حالياً بتنفيذ أعمال الإنشاء للمرحلتين الثانية والثالثة لحي بلانكا. محتويات مشروع بلانكا: المباني، وهي مقسمة إلى شاليهات، فيلات مستقلة، تاون هاوس، الخدمات بكافة أشكالها، بحيرة السباحة الداخلية، والأعمال الخارجية المحيطة بالمباني والمسطحات الخضراء والطرق والإنارة. المراسم أيضاً نفذت مشروعات فندقية زي فندق ميريديان المطار. المشروع اتصمم على مساحة 37,000 متر مربع. إنشاء كوبري للربط بين صالة الوصول داخل المطار والفندق مباشرة. الفندق بيتكون من 330 غرفة و10 أجنحة فندقية، وشامل المشروع إنشاء حمام سباحة ومطاعم وجراج. ومن المشاريع اللي نفذناها إنشاء مبنى مركز المبيعات لشركة إعمار أبتاون كايرو بالمقطم. تم الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2007، والمشروع يتكون من طابقين يطل على مساحات خضراء وطرق. المشروع ذو تصميم متميز خاص، وبيمتد على مساحة 2500 متر مربع. ومن أهم المشروعات العملاقة اللي بتنفذها شركة المراسم حالياً مشروع تطوير مباني جامع ومشيخة وجامعة الأزهر الشريف. الجامع الأزهر الشريف: ترميم وتطوير الجامع الأزهر الشريف، وهو مشروع ذو طابع خاص. ترميم الواجهات الحجرية الخارجية والداخلية، ترميم الزخارف الإسلامية والنقوش، ترميم النوافذ الخشبية والمشربيات، ترميم مآذن الجامع، ترميم وإعادة تأهيل أرضيات الجامع، أعمال الإضاءة الخارجية والداخلية، أعمال ترميم وإعادة تأهيل السور الخارجي. مشيخة الأزهر: إعادة تأهيل مشيخة الأزهر الأثرية القديمة، وتشمل ترميم الواجهات الحجرية الخارجية والداخلية، ترميم الزخارف الإسلامية والنقوش، ترميم النوافذ الخشبية والمشربيات، أعمال الإضاءة الخارجية والداخلية، وإعادة توزيع بعض الفراغات الداخلية لتستخدم لهيئة كبار علماء الأزهر، وكذلك مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. إنشاء مبنى قناة الأزهر الفضائية على مساحة 16,000 متر مربع، عدد واحد استوديو كبير مساحة 600 متر مربع، عدد واحد استوديو متوسط مساحة 400 متر مربع، عدد واحد استوديو بانوراما بمساحة 120 متر مربع، عدد واحد استوديو صوتيات على مساحة 50 متر مربع. مدينة البعوث الإسلامية الجديدة بالتجمع الخامس بمساحة 104,900 متر مربع. المدينة اتصممت بالكامل لاستيعاب عدد 35,000 طالب وطالبة، ومنها مباني سكنية ومطاعم وملاعب ومباني للخدمات. وبيتم دلوقتي تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب عدد 8,000 طالب وطالبة.
مشروع إنشاء مبنى مستقل لكلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة بمساحة إجمالية 20,500 متر مربع، تضم عدد 3 مدرجات بسعة إجمالية من 400 إلى 500 طالبة، عدد 9 أقسام علمية، معامل متخصصة لكل قسم وقاعات بحث، خدمات الطلبة، مكاتب عميد الكلية ومكاتب الإدارة وخدمات الكلية. مشروع إنشاء مبنى مستقل لكلية طب الأسنان للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة بمساحة إجمالية 20,500 متر مربع، تضم قاعات تدريب عملي، عدد 11 قسم، عدد 5 مدرجات، سعة 150 شخص، معامل متخصصة، مكتبة حاسب آلي، عيادة كشف خارجي، مكاتب عميد الكلية وهيئة التدريس ومكاتب إدارية. إنشاء المباني بمدينة البعوث القديمة. إنشاء عدد 7 مباني سكنية مكونة من 5 أدوار. الأعمال الخارجية المحيطة بالمباني والمسطحات الخضراء والطرق والإنارة، رفع مستوى شبكة المياه وغرفة المضخات. ومن أهم المزايا لدى المراسم وجود الداعم الصناعي اللي بيساعدنا نتحرك أسرع ونتأكد من جودة خامتنا وكمان نوفي بالتزاماتنا تجاه تسليم مشاريعنا. مصنع الخرسانة. سنة 2013 أنتج المصنع 137,000 متر مكعب خرسانة، وفي 2017 وفق خطة التطوير يتوقع إنتاج حوالي 402,000 متر مكعب خرسانة. مصنع البريكاست. سنة 2013 أنتج المصنع 5200 متر مكعب خرسانة، ومن المتوقع عام 2017 وفق خطة التطوير إنتاج حوالي 12,500 متر مكعب خرسانة. مصنع الطوب. سنة 2015 أنتج المصنع حوالي 4.5 مليون طوبة مصمتة. سنة 2017 وفق خطة التطوير يتوقع إنتاج حوالي 20 مليون طوبة مصمتة. مصنع الأخشاب. في سنة 2013 أنتج المصنع 1400 متر مكعب خشب، ومن المتوقع عام 2017 وفق خطة التطوير إنتاج حوالي 4500 متر مكعب من الأخشاب. مصنع الكريتال. في سنة 2013 أنتج المصنع 7500 متر أسوار بالإضافة إلى 105 طن هياكل معدنية. في 2017 وفق خطة التطوير وبعد شراء معدات وماكينات وخطوط إنتاج جديدة يتوقع إنتاج حوالي 23,000 متر أسوار بالإضافة إلى 850 طن هياكل معدنية. مصنع الألومنيوم. سنة 2015 أنتج المصنع 7000 متر مربع من الألومنيوم. سنة 2017 وفق خطة التطوير يتوقع إنتاج 15,500 متر مربع ألومنيوم. بنسعى دايماً إننا نحافظ على مكانتنا ككيان قادر إنه يستجيب لكل المتغيرات العالمية وبسرعة،
هدفنا إننا نستمر في الريادة، ورسالتنا نقدم خدمة بمواصفات عالمية